ابراهيم عرضيه اطول من اللازم، مره ثانيه ضغط النادي الزمالك، وادي محمد ابراهيم دخل في منطقه ال 18 بيفكر في ايه، عدى من واحد وعدى من الثاني وعدى، مش ممكن مش ممكن، ايه ده محمد ابراهيم يا جماعه، مش ممكن، عدى من واحد وعدى من الثاني وعدى من الثالث، وقع في كوره وكان جنب كوره محمد فاروق، اكيد هنشوفها مره ثانيه، اكيد هنشوفها مره ثانيه، ادي الكوره ادي الكوره.